قبل لا نعلن عن اسماء الأربعة متأهلين مع الشاعر فيصل بلد العرجاني اللي حصل مثل ما ذكرنا سابقا على الكرت الذهبي الأول، وكذلك الشاعر عبد الله بن ثايب الشلوي اللي حصل على الكرت الذهبي الثاني. قبل لا نطلع لمنطقة المكس زون، اسمحوا لي بس أعلن عن اسماء الشعار الأربعة اللي تأهلوا. بداية من المركز الرابع، ألف مبروك للشاعر علي بن محمد الرشيدي، نسمع له تحية. ألف مبروك أبو محمد. أما الحاصل على المركز الثالث بقرار من اللجنة وكذلك بقرارك أنت عزيزي المشاهد، ألف مليون مبروك للشاعر اللي طغى في حضوره، الشاعر بدر بن سالم القحطاني، نسمع له تحية. أما الحاصل على ثاني المراكز أو المركز الثاني، ألف مليون مبروك للشاعر علي أبا السيقان المري من دولة الإمارات العربية المتحدة. والحاصل على المركز الأول اللي نبارك له وكذلك نبارك لمحبيه وجمهوره، ألف مليون مبروك للشاعر محمد بن فضل مفالحة، ألف مبروك يا محمد. إذن ألف مبروك لمن ذكرت أسماءهم كذلك برفقة الشاعر فيصل البلدة والشاعر عبد الله بن ثابت الشلوي، وتأهلهم إلى مرحلة أو المرحلة الثانية اللي راح تضم 24 شاعر. حتى هذه اللحظة ما شاء الله تبارك الله المنافسة قوية، وكذلك مثل ما في منافسة بين الشعار كذلك في منافسة بين نجوم برنامج كاريزما الله يعطيهم العافية في منطقة المكزون. ما شاء الله احنا شفنا محمد الودعاني في الحلقة الماضية وقبلها فيصل الدبالين، اليوم راح يكون برفقة حبيبنا سلطان السمي، كذلك حبيبنا عبد الله الحربي سلطان السمي.